الدخول الحمد لله هو فاضي، اول مره ما يبقاش فيه طابور. اتفضلي. خلنا بس على القديمة دي، طبعا كلها كتب قديمة. كمان هنا المركز المصري لتنسيق العلوم، حلو جدا للناس المهتمة بالتقنية والبرمجة والجرافيكس والحاجات دي. ودي الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجواها كمان حاجات الهيئة العامة للكتاب. طبعا الهيئة العامة للكتاب رائعة جدا، وبتبيع كتب رخيصة جدا جدا. دار الشروق من اكتر الدور اللي بحبها جدا، ودايما بشتري من عندهم. لسه يا جماعه من قناه بوك كافيه، الراجل ده عظيم جدا، تابع القناه بتاعته. يسر يا احمد. شيء جميل جدا ان احنا نشوف المجلس القومي عامل بوث خاص للاشخاص ذوي الاعاقة، وفي كتب وفي فعاليات كتير، يعني حاجة حلوة جدا. دي حاجة جميلة جدا شفتها كذا مرة في معرض الكتاب، الكتاب الملموس اللي هو الكتب بطريقة او بلغة برايل. يعني بجد حاجة مشرفة جدا ان احنا نلاقي حاجة زي كده. وبرضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصه الكتب الصوتيه، لان هي مش محتاجه، يعني مثلا مش محتاجه حتى تكون متعلم طريقه برايل، ممكن بس بالكتاب الصوتي تسمعه بكل سهوله. فيعني كل دي مجهودات حلوه جدا ان هي تقرب الكتب لاي حد مش عارف يقرا، لاي حد كفيف. فبرافو بجد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحاره المزنوقه. عامله ايه؟ ماما عاملاها ايه؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله، الحمد لله احسن. عاملين ايه يا جماعه؟ ازيك يا عبد المنعم؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ دلوقتي هقدم لكم متابع لويل جدا من زمان جدا، ده من الاوجيز خلاص، وكمان فتح قناه برضو. يعني اول ما فتحت القناه على فكره قلت لك انت، يعني لان انت شجعتيني على القرايه، وابتديت اقرا بسببك فعليا. يعني كان احمد وزيد بس هو بيقول كتب نقراها في ثانويه عامه، انا كنت مقفل على نفسي، فانا لقيت قناه ندى بالصدفه بتهتم بالكتب، ولقيت التيست بتاعها ديفرنت خالص عن قنوات كتير. والله لا بجد، والله اتكلم بجد. كانت ساعتها عرفتها من فيديو بتاع القرايات الخريف وعامله جيف اواي عليه. والفيديو ده هي كانت قالت انها هتدي الكتاب، كان هو الكتاب ده انا فاكره. فهي النهارده جابت لي الكلام ده من سنتين تقريبا، سنتين كنت اقول لك عليه. لا انت كده على فكره، ده بقى انت مش مذاكر كويس. قرايات الخريف كانت السنه اللي فاتت زي دلوقتي، يعني شهر 11 تقريبا. اللي قبله بقى. اللي قبله يعني من قبل كمان. كان فيديو تاني.
فهو الكتاب دوت انا فاكر ساعتها وساعتها اه فعلا كان ثانويه عامه، وده كان بيكتب لي ان انا في ثانويه عامه ومش عارفه ايه، وبعد كده رجع بشرني ان هو دخل كليه ومش عارفه ايه. مش عارف سنها كانت عماره، كان لسه مش عماره طبعا. معلش كان لسه مش عماره. فاتتك على فجابته لي النهارده وكتبتي ايه علي انا، يعني حاجه جدا انا فرحان جدا بده يعني بجد. والله العظيم يعني المشكله الكتاب ده المفروض انه كان يروح له من سنه تقريبا بالظبط، بس يعني ايه الواحد اتلبخ في كذا حاجه وما عرفش يعمل الجيف اواي وكده. كنت هتيجي اسكندريه وما جاتش. كنت هاجي اسكندريه بالظبط. اه وقالت لي وما جاتش. انا مبسوطه جدا، انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك ومبسوطه جدا باللي انت بتعمله، ونكمل ما توقفش ان شاء الله. ان شاء الله. خالد عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله، كنا مفتقدينك جدا 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 والله العظيم. انا اكتر ما فيش استعاره وقفوها للاسف. وانت قاعد بس شوفوا يا جماعه يعني حاجات رائعه من مكتبه اسكندريه. تقول ايه يا عمرو الحاجات دي الكتب دي عندكم؟ اه في مكتبه اسكندريه عندنا وبيعرضوها وشكلها حلو، بيبقى في كل شهر كتاب الشهر، بيبقى مجلد كبير قوي زي ده. فمحظوظين جدا والله العظيم محظوظين. وعندنا اصلا كمان في المكتبه بيعرضوا كتب الشروق عادي وكتب الهيئه كل حاجه يعني، بس الفكره تعرفي تدوري في الفهرس بتاعهم الالكتروني ده وتسالي حد. مدعوة لحفل إطلاق الجزء السابع من سلسلة هاري بوتر باللغة العربية من تطبيق ستوري تيل للكتب الصوتية. هم دعوني ودعوا مجموعة كبيرة من اليوتيوبرز المصريين، فأنا قابلتهم قبل شوية ودلوقتي هنروح نقابلهم. يلا بينا. أول واحدة صاحبتي رفيقة الكفاح والنيكست توب وكل حاجة. ردينا ازيك، وحشتيني جدا جدا جدا. اخبار الدنيا معاكي؟ جدا جدا جدا، اول مره اصلا اجرب حاجه زي كده. انا هنزل لك. لا عادي عادي، اطلعي اطلعي خليكي. اول مره اجرب اصلا احضر ايفنت ليه علاقه بالكتب وكده، ويعني انا بدات في الكتب بقالي فتره يعني مش طويله قوي، فمتحمسه جدا. وكمان سمعت بعض الكتب الصوتيه على ستوري تيل فبقى متحمسه جدا. انا كمان لاني طول السنه اللي فاتت بستخدم تطبيق ستوري تيل بجد مبسوطه جدا معاه، ويعني انا دايما بشكر فيه ودايما بعمل عليه فيديوهات ودايما بقوله في الستوريز بتاعه انستغرام. يعني انا فعلا يعني مستخدمه جيده للتطبيق جدا يعني، فا انا بنصح بيه جدا طبعا، ومبسوطه جدا ان هم دعوني، لان يعني حاسه ان دي فرصه جميله جدا ان احنا نتعرف على باقي اليوتيوبرز وعلى باقي الناس اللي من التطبيق كمان، لانهم ناس لطاف جدا بالذات اسراء. يعني اسراء شاوت اوت ليكي، وانتي انسانه تجنني بجد. اسراء are you okay؟ I'm so happy انكم انتوا موجودين هنا، عن جد انا كثير مبسوطه اني شفتكم. وانا كمان جدا يعني بس بقول عليك ان انت من الشخصيات المحترمه جدا ولطيفه جدا. عن جد انا كثير مبسوطه انكم اجيتوا، يعني انا هعمل طلعت معكم. طب خلاص حلو. يلا ازيكم ازيكم زيك اطلعتوا على الكاميرا. انت اخبارك ايه؟ هلو انا تمام الحمد لله. ندى الحمد لله، ندى لسه مقابلاها قريب بالصدفه. سعاد ماسي جدا 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 بجد. سعاد ماسي تيم جو. انت اخبارك ايه؟ انا كله كول الحمد لله. ندى بس فرهده زيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ انت في فلوج. ما عنديش حاجه اقولها بصراحه. ندى شرنوبي. ندى شرنوبي يا جماعه زي ما انتم شايفين، دوده كتب. دودة كتب عندها تشانل مهمة جدا على اليوتيوب محدش بيشوفها غيري انا تقريبا. ايوه ما احنا بنتكلم عنك، احنا بنتكلم عنك فلازم نجيب الكاميرا عليك. وشكرا يا جماعة، باي. جدا ان انت موجود ولحقناك الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس؟ اخبار الكتب ايه؟ ثانك يو. اتفضل يا شكرا. ادونا الفايل ده خلينا نفتح نشوف فيه ايه.
نوت بوك ومعلومات عن التطبيق. لمحة سريعة. اوكي فيري نايس. والقلم سو كيوت. القلم حلو جدا والنوت بوك كيوت قوي. مبسوطة عارفة انا بحب الكادو اللي بيكون هلا جدا. انا باجي اصلا شرح كده بلاش فضايح بقى يقولوا بقى دوك استفدت بقى وكده. زي بالظبط اليوتيوب لما رحنا اليوتيوب عشان الجاكيت. والله يا بنتي بصي اهو مش بقلع وبنام بيه كمان. انا ساعات بسمع يعني ايه خليت عنه شويه ايام عشان الفتره الاخيره لما ماما كانت تعبانه وكده فما كنتش مركزه مع اي حاجه تانية. قربنا نبتدي الايفنت وانا معايا اهو لينا لسه ما فيناش ان شاء الله هصور لكم. مساء شكرا لكم انكم جيتوا اليوم عشان تشاركوا معنا حفل اطلاق النسخه الصوتيه العربيه من الجزء السابع لسلسله روايات هاري بوتر. في شخصيه في روايه زي هاري بوتر. كل اللي شاف الافلام كلنا شكلها اتخيلنا ملابسها اتخيلنا. رحبوا بالاستاذ سمعان اللي هيكلمكم عن الخبره دي. اولا مساء الخير. انا اتشرف جدا اني انا موجود معكم في القاهره ودخلتها بسلام امن كما يقال. طبعا انا سعيد ان انا في معرض الكتاب الدوره الـ51 وطبعا سعيد بحضوركم. اذا انا ساقرا مقطع من هاري بوتر وحجر الفيلسوف الجزء الاول. انفتح الباب على الفور وظهرت سيده طويله سوداء الشعر ترتدي معطفا طويلا ذا لون اخضر زمردي. كانت ذات وجه شديد الجديه. قالت شكرا يا هاجريد ساتسلمهما انا من هنا. وفتحت الباب على اتساع. كان باب الدخول شديد الاتساع ربما اكبر من منزل ابي دارسلي كله. شكرا. معك ندى مجدي من قناة ندى مجدي. سؤالي هو هل تقرأ الكتب أكثر من مرة قبل التسجيل؟ وما هي الطقوس التي تقوم بها للدخول في مود الإلقاء ويعني مود الشخصيات؟ شكرا. ندى هل قارئة ولا ثالثة؟ يوتيوبر. أوكي. ومهندسة. ورا لهجة فضلت أعرف. بحب أتكلم باللغة العربية الفصحى. مرحبا كيف حالكم؟ أنا رضينا جمال. أنا مهتمة بالفويس أوفر وتقليد أصوات الكرتون ونفسي جدا أقدر أوصل للمجال اللي يخليني أقدر أدبلك كرتون يعني. فأنا حابة المجال ده جدا وحاسة أن أنا تقريبا موهوبة فيه بس عايزة بعض التدريب وتحسين اللغة أكتر وبس. أستوعب وحاول أن أقلد. ثم بدأت ببناء شخصيتي الخاصة من خلال صوتي من خلال تفردي بأداء معين. يعني أنا لا أمتاز عن أحد ولا أحد يمتاز علي. أنا ما أمتلكه قد لا يمتلكه غيري وما يمتلكه غيري لا أمتلكه. إذا أنا لا أنافس أحد ولا أحد ينافسني. أجيب على سؤال ندى يعني الصديقة طبعا. ليس هناك طقوس، ليس هناك ربما يعني تمرينات. هو العمل يعني أو ربما كثرة العمل أو الشغف للعمل هو الذي يخلق هذه الحالة. يعني أنا ربما أسجل كاركتر معين بعد قليل أرى أن هذا الكاركتر لا يليق بهذه الشخصية أقوم بتغييره. هذا ليس عيب بالعكس هذا محاولة وصول إلى الحالة المثلى. كما قلت يعني ربما هي الخبرة التي توصل الإنسان إلى ما يريد الوصول إليه. الذي يريد أن يصبح شيئا الذي يريد أن يصنع شيئا يجب أن يستمر. أنا لا هنا لا أتفلسف
ولا ألقي بالحكم على مسامعكم، إنما أنا أستخرج خلاصات من خلال 20 عام من هذا العمل وأضعها وأقنع بين أيديكم فقط. تحية كبيرة للأستاذ سمعان يعني فارزلي، وهو يعني الآن أدركنا أنه أمتعكم وأمتعني شخصيا. بنشكر تاني الأستاذ سمعان، وبنشكر الأستاذ عمار البرادي من المدير الإقليمي لستوري تيل. معانا أستاذ سمعان الفويس أوفر بتاع يعني سلسلة هاري بوتر على ستوري تيل، ويعني هو من الأشخاص يعني المفيدين جدا للغة العربية. أي حد عايز يتقن اللغة الفصحى ويتقن نطق الحروف ومخارج الحروف يتعلم منه ويتدرب منه، يعني يحط كده كده الكتب بتاعته ويسمعها بس. شكرا جزيلا، شكرا لمحبتكم. شكرا أنا بتشكركم، أنا يعني نورت مصر. شكرا المرة الأولى منورة بأهلها. شكرا. مينجي القمر التالت بتاعي نيكست اب. حبيبتي حبيبتي والله بجد، يعني انبسطت جدا جدا ان انت جيتي. انا مبسوطه اكتر والله العظيم بجد. انت اخبارك بجد؟ الحمد لله يا جماعه، احنا بجد والله ما شفتش لا رودينا ولا ندى لغايه من يوم الايفنت لغايه النهارده، عمالين نقول ومبسوط كل احنا لو وريناكم جروب البنات كم مره حصل لنا كلنا ظروف يعني صعبه شويه الفتره اللي فاتت، فلا ان شاء الله لما نفوق كده منها باذن الله لازم في تجمع. وانت بالذات عشان الشغل وطنط، يعني بصي ندى الله يكون في عونها، ورودي كانت في امتحانات، فايه يعني الاوضاع كانت صعبه، بس انا مبسوطه عشان شفتك بجد جدا. وانا كمان انت اكيد هتتكلمي عن الايفنت ده النهارده صح؟ وهتتفرجوا على الاستاذ الموهوب. عايزه اقول لكم روان عماله كانت من شويه من جوه عماله تقول اتكلمي قولي اسالي مش عارفه ايه، والله العظيم سبورت سيستم مش طبيعي مش طبيعي اقسم بالله، يعني بجد البنت دي انا بحب، انا عايزه ابوسك بس مش عايزه عشان دي اتعلم. عادي حبيبتي انا بحب الرجوجون، انت مش واخده بالك بكتر في البيت على قد ما اقعد. اهم حاجه بس الكادر خلاص كده زي الفل. اقسم بالله ايه ده ايه ده ايه ده، بصوا لا شوفوا يا جماعه الاوتفيت اوف ذا داي. الاوتفيت اوف ذا داي يا جماعه، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. وبرده رودينا الاوتفيت اوف ذا داي بيشوف عنده ستوري بينزله بعتوه على ستوري تيل اب عشان اعمل شير، لان انتوا بتساعدوني بهذا الموضوع. عندي ثانك يو سو ماتش وثانك يو ندى. السلام عليكم. انا كوكب الكتب اهو. استاذ سمعان كمان ما شاء الله لغته جميله جدا وكلامه كمان، يعني في كام سؤال كده اللي انت سالتيه، وبرده اللي كان قاعد هنا لا السؤال ده يعني فادني بصراحه. بس فالايفنت جميل والجو جميل ومبسوط ان انا شفتكم كلكم بصراحه. يلا نتصور. السلام عليكم من بلد الكفاح المسلح، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2020 في دورته 51. ينفع يعمل فويس اوفر يا جماعة بجد؟ شايفين مين الجماعة ده؟ استاذ عمر عبد الرحيم. ومساء الفل. مساء الفل everybody. معاكم عمر عبد الرحيم وندى. يعني انا انبسطت جدا، انا ما توقعتش ان حضرتك جاي النهارده. يعني انبسطت لما لقيته قاعد جنبنا انا ورودينا. قلت رودينا الموضوع جه بالصدفه البحته، يعني لقيت ناس معديه كده وجم قعدوا، ما ببصتش يعني. بعدين جه حد اسمه عبد اللطيف قاعد جنبي وسلم عليا، فشفتهم هو انت اللي كنت معديه من شويه، كانوا هم. الف مبروك على الكتاب. استاذ عمر عبد الرحيم منزل السنه دي اول كتاب لي، فبجد انا مبسوطه جدا ومبسوطه اشوفه ان شاء الله بكره حفله التوقيع ان شاء الله. ف يعني ما يتوصش هو اكيد عن الانجليزي اكيد. كله عن الانجليزي. الناس اللي بادئه من الصفر خالص، اللي ما تعرفش اي بي سي وعايزه تبدا من البدايه نهائي وبشكل مش معقد خالص، هيشوفوا الكتاب. والحلو ان هم بيقروا الكتاب يحسوا ان هم بيتفرجوا على فيديو. نفس اللغه نفس الطريقه وكل حاجه انا كتبتها بشكل تلقائي كده. حلو قوي. الف مبروك. امنين ان شاء الله يحقق نجاح. ان شاء الله ان شاء الله. انا اسعد كتير ومبسوط ان انا شفتك. نشوفك بقى الجمعه الجايه ان شاء الله في فلوج كمان. في فلوجات كتير استنوا. واخيرا وصلنا لاخر الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله.